محيدين مرداد حاجي وحاو كاقن عصدا عالنكا الصوماليا ومانتا اللحذن ايو اللحسن وجرسدي فرس مقالياشا مقدشو ايو وريجي عالنكا اوضو قابو سميسن وحانا اوكاسو سارانو المالميت كاقويس كيسا عالنكا انو حان حاسيستا شليموين كمركا انقلنا انو ير مركو كو فيلن قلاشيدو عصقا لقا بلابة دادوين ومدان هالخوف وفقيو أرتميس تدوين ودان هالخوف وفقيو أرتميس والا ودا إستاها أسوين كانوك العمارك أسان لسو ديجي لحي لباتنك جون كودا لوليو يو لبا إيو تومنك أكتوبر أو كميدا مالمها عزيقا ليه إيه سوماليدو أي شرفتو أيو سوين وغا معاشا إيبكا عالن كامبلوغا انت ما انتوا وكسي دارنتا بحماسات لو بقولوا كان ان سوق هذا ويقول جرادين انت اساك سو هرتي معنى على قد ملام اس انا مركا ارك انا لا ياو كون وي بعد مركا يرتا انت اساك انا ولو اوسن اهي غناسي او كبولالاي حدنا عزي iyo شرف ايو اركا ايبنتا علنكن ودد جدك مرا ادي او قاتان ما شاء الله ساركود وي كو كور اويام حماسد اوي يعيل درتد معنى علنك يو عيشوده معنى ان ددكي او oo xamaasad leheen adartayda iyo taariikhda ugu soo maray ay la ooyaan qaarkood 12kii Oktoobar 1994 ayaa la soo gunaanaday sanado ay dalkan ka babanayeen calamadii maxmiyadaha Ingiriiska, Talyaaniga iyo qaramada midoobay markaas oo dhulka Soomaaliyeed uu yeeshay astaan u gaara marka waa kulay calanka ugu qurux badan noolaynaa oo caalamka ma garad ma sha Allah dhiba loo soo maray dhig badan u daatay alhamdulillah hadan waxaan jecelnahay Soomaali inay markala cagaad ay ku istaagto calanku waa astaanta lagu garto dad iyo dal waxana ku xiran sharaftooda iyo karaamadooda dunidana muhiim ayay ka tahay in lagu faano calanka maanta waa 12ka bisha October sanadka 2020 jamhuuriyadda Soomaaliya waxay u dabaaldegaysaa 66 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay calanka Soomaaliya oo ahayd 1994 maxamed muuse tarsan قربانة قرنكا مجالنا من الصوت